يا مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. وأخيرا تليفون الأستاذ اتفتح. أنا بعتذر جدا جدا لحضرتك يا أستاذ أحمد وللمشاهدين، سوء الفهم حصل من عندي لأنه التوقيتات الشتوية اتعدلت، فأنا ماشية على التوقيت الصيفي، فحصل جاب كده في ساعة، ولكن الحمد لله بفضل الأصدقاء من المغرب الشقيق تم تدارك الموقف. أهلا بيك يا أستاذي. مرحبا سهيلة، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولجميع متابعي قناتي. مرحبا. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. الأحداث متسارعة جدا جدا جدا، وما يصير على الساحة صراحة للأبرياء يدمي القلب، ولكن على الجانب الآخر هناك ساحة مفتوحة وخصبة جدا جدا لتجار المال والدم، المتاجرين بأي شيء وبكل شيء، ولا يهمهم صرخات الأمهات أو دماء الأطفال الأبرياء أو حتى سمعة الناس. يعني حضرتك وريتني فيديو التدليس فيه واضح وجلي وصريح، قدح في حضرتك وفي ناس كتير بالغلط، يعني الترجمة أصلاً الراجل اللي بيتكلم ما بيقصدش كده. فأنا يعني عايزة يعني نتطلع كده أنا وحضرتك على ما يحدث في غزة، وعايزة أعرف رأيك بما إنكم في المغرب جربتوا التيارات ما يسمى بالإسلام السياسي أو الجهاديين أو كذا، سواء في المغرب أو في الجزائر، فكلنا تكوينا بنار المنظمات دي أو التنظيمات دي. فعايز أسمع رأي حضرتك باستفاضة عن الأحداث. اتفضل. شكرا. طبعا كما قلت، في كل حرب يوجد ضحايا ويوجد مستفيدون ويوجد تجار القضايا وتجار الحروب وأغنياء الحروب الذين يركبون على هامات وجثث الناس لكي يستفيدوا إما ماديا أو معنويا أو هما معا. وهؤلاء ينقصهم الحس الإنساني، لأنهم ينظرون إلى هذه الوقائع على أنها فرص ينبغي انتهازها، وهذا شيء غير مقبول وغير أخلاقي. وأتحدث هنا عن طريقة استعمال التقنيات الحديثة وطريقة استعمال وسائل الإعلام سواء في الغرب أو في بلدان شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط، بطريقة يتم بها التعمية أو التغطية على الحقائق، ويتم بها التلاعب بعقول الناس وتقديم معطيات لهم غير سليمة، وهذا هو أفدح ما يمكن أن يقع، أن يلزموا الناس ويرغموهم على موقف الفكر الأوحد، بمعنى أن لا يبقى لك إمكانية لأن تفكر بشكل مختلف، عليك أن تخضع للموجة. عندما تكون هناك موجة فعليك أن تتبع هذه الموجة، وإلا ستعاقب من طرف غوغائية الخطاب ومن طرف المستفيدين من هذا الوضع. فعليك أن تنضبط لما يسود من خطاب حتى ولو لم يكن صحيحا. فإذا الواقعة أصلا هي واقعة حدث فيها اختلاف، بسبب اختلاف المرجعيات، بسبب يعني النظر إلى الوقائع يختلف حسب الزاوية التي ينظر منها الإنسان. دخول حماس لأول مرة بنفس الطريقة، بهذه الطريقة الجريئة، إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وقيامها بقتل عدد كبير من الشباب في مهرجان موسيقي، وهم شباب عزل ومدنيون، يعني ليسوا أناس مسلحين وليسوا عسكريين، واعتبار ذلك من أفعال المقاومة.
والقيام بأسر بعضهم واتخاذهم رهائن في داخل غزة. هذه الواقعة اختلف الناس في النظر إليها سواء في بلدان شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أو حتى في الغرب. البعض اعتبر هذه الواقعة مقاومة باعتبار وجود احتلال، وباعتبار استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وفي يعني الاستهتار بالمرجعية الدولية وللشرعية الدولية وللتوقيعات التي قامت ب يعني إنجازها مع الفلسطينيين خلال أوسلو ولقاءات أخرى. فاعتبروا أن فعل حماس هو فعل مقاومة، وهناك آخرون قالوا إن المقاومة لها أيضا قواعد ولها أخلاقيات، إذ لا يجوز لأي طرف سواء الاحتلال أو المقاومة التسلط على المدنيين بالقتل أو بالاغتيال أو يعني اتخاذهم رهائن. المقاومة هي مواجهة دولة الاحتلال من خلال رموزها مثل الجيش والأمن والمؤسسات والشخصيات يعني السياسية التي تشرف على سياسة الاستيطان وغير ذلك. فإذا كل البلدان التي قاومت أساسا من خلال مواجهة المحتل برموزه التي تمثل قوته وتمثل قوته القهرية بدخوله لبلاد الغير. ولهذا نحن الأمازيغ يعني لنا تاريخ طويل من المقاومات لآلاف السنين، فقاومنا مختلف أنواع المحتلين، ولكن أجدادنا كانوا دائما يواجهون الجيوش، جيوش الاحتلال، يواجهون رموز الدول التي تحتلهم، ولم يكونوا يعتدون على النساء أو على الفتيان أو على الشباب العزل، لأن هذه لا تعتبر يعني مقاومة. فهذا الخلاف خلق تصادم منذ البداية. طبعا الرد الإسرائيلي كان قاسيا جدا وما زال مستمرا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار التناسب بين الفعل ورد الفعل. الفعل الذي قامت به حماس فيه أخطاء كثيرة وفيه تجاوزات وفيه بعض مظاهر الداعشية التي تثير اشمئزاز العالم، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل الحدود وأصبح انتقاما من المدنيين وعقابا جماعيا، لأن حماس ترتكب خطأ آخر داخل غزة، وهو أنها تطلق الصواريخ من الأحياء السكنية، وهذا معناه كما لو أنها تقول لإسرائيل اضربي هنا، لأن الرادارات الإسرائيلية تعرف مصدر القذائف فتستهدفه، والمصدر قد يكون عمارة، قد يكون فيلا، قد يكون مسكن للناس وسط الأحياء. فبهذا حماس تعرض سكان غزة للخطر وتعرضهم كذلك لكل أنواع التنكيل، لأن حماس ينبغي أن تواجه جيش الاحتلال ويواجهها جيش الاحتلال، وهذه المقاومة. لكن تعريض النساء والأطفال والأحياء السكنية لهذا المشكل هذا شيء غير محبذ، وأنا شخصيا لم أستسغه أبدا منذ بداية حماس ومنذ ظهورها 17 سنة، يعني لم أقبل أبدا هذا الأسلوب، لأنه اتخاذ المواطنين أذرعا بشرية يؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا بدون أي نتيجة. بالنسبة لي شخصيا إذا كان عدد الضحايا سيحرر فلسطين فأنا أرحب بهذه التضحية وأقول تضحية تستحق فعلا أن تتم، ولكن للأسف منذ استيلاء حماس على غزة إلى اليوم وهي تقوم بنفس الأفعال، ترمي صواريخ على إسرائيل
وإسرائيل ترد في نفس المكان الذي تصدر منه صواريخ حماس ويموت الكثير من الناس، وتعاد اللعبة بنفس الطريقة. هذا شيء لا يؤدي إلى أي نتيجة، بل هو نزعة انتحارية ليست مقاومة، ولا تعد كذلك، لأن كل المقاومات أدت إلى نتائج هي التحرر. نحن أمام مشكل يمتد 75 سنة بدون حل إلى الآن، وكلما حاول طرف ما أن يحل المشكل بنزاع عسكري تزداد إسرائيل قوة عسكرية وتزداد استيلاء على الأراضي الفلسطينية أكثر، وهذا معناه أن الحل العسكري غير ممكن أن يؤدي إلى الاستقلال والتحرر. المفاوضات السياسية، الجهات المسلحة في الطرف الفلسطيني لا تريد هذه المفاوضات، حماس والجهاد الإسلامي لا يريدون أن تنتهي المفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية. هم ما زالوا عندهم مشروع الخلافة ويريدون إلقاء اليهود في البحر. فإذا عندما يتفاوض الطرف الفلسطيني، الإسلاميون والإخوان يرمون قذائف على إسرائيل، واليمين المتطرف الديني في إسرائيل يجد ذلك فرصة لإيقاف المفاوضات، وهكذا تنجح حماس دائما في عرقلة المفاوضات، فلم نصل إلى نتيجة، لا بالعمل المسلح والصواريخ والمواجهات والقتلى، ولا بالمفاوضات والعمل السياسي للأسف إلى الآن. وهذا يجعل القضية تدور في حلقة مفرغة ولا تؤدي إلى أي نتيجة للأسف. وأسوأ ما حدث في كل هذا هو الخراب الكبير الذي أدى إليه يعني القصف الإسرائيلي، خراب البنيان وسقوط الضحايا من الأطفال والنساء والعجزة، وهذا شيء غير مقبول، وبدا واضحا رغبة في تهجير السكان، وهذا غير مقبول نهائي. لا يمكن أن يتم تهجير سكان من غزة لا إلى سيناء المصرية ولا إلى الأردن ولا إلى لبنان ولا إلى أي مكان آخر. هؤلاء السكان لهم أرضهم وعليهم أن يبقوا فيها إلى حين وجود الحل. و في تصريح للأسف خطير يا أستاذ أحمد، في تصريح خطير جدا من موسى أبو مرزوق، ده سكرتير أو مساعد أو ضمن قادة حكومة حماس، بيقول له أنتوا عملتوا حوالي 500 كيلو أنفاق ولم يعني لم تعبأوا بحياة الفلسطينيين، لم تجهزوا لهم مخابئ أو ملاجئ كما يفعل كل الدول. كان رده انه نحن المقاومه نحاول ان نحمي انفسنا، اما معظم سكان غزه فهم لاجئون او نازحون. مسؤوليه الكيان المحتل حمايتهم هو مسؤوليه الكيان المحتل. انت راي حضرتك ايه في تصريح زي ده؟ لا، هذا كلام كله مغالط وغير مقبول على الإطلاق. يعني غزة أصبحت إمارة إخوانية تحكمها حماس، وحماس مسؤولة لأنها نجحت في انتخابات وانتصرت على فتح وعلى الفصائل الأخرى، وأصبحت مسؤولة سياسيا على تدبير وتسيير شؤون السكان، وهي تعتبر نفسها في نفس الوقت قوة عسكرية. يعني كتائب القسام هو الجناح العسكري لحماس. إذا حماس نفسها تمارس السياسة والتدبير وتمارس الحرب والقصف. هذا التملص من المسؤولية غير مقبول على الإطلاق. من يلقي صواريخ على إسرائيل ينبغي أن يكون قد اتخذ كل الترتيبات وكل الاستعدادات لحماية السكان في غزة، لأنهم تحت سلطة حماس، تحت سلطة حماس. إذا أرادت حماس أن لا يذهبوا إلى أي مكان فستمنعهم من الخروج لأي مكان، لأن هي المسلحة، هي التي تحمل السلاح وتسير هذه
المنطقة. ولهذا لا يمكن أن نلقي صواريخ على إسرائيل ونقول إنها هي المسؤولة عن سلامة الناس في غزة، ونلقي الصواريخ من وسط السكان والأحياء السكنية. هذا يعني شيء، هذا منطق غريب جدا وغير مقبول، ويعني يبدو أن حماس تتخذ قرارات لا تحسب عواقبها، وأنا هذا ما أشعر به في هذه الواقعة. يعني عندما قامت بالتوغل في أراضي إسرائيل وقتل الشباب في مهرجان موسيقي والقيام بإلقاء عدد كبير من الصواريخ على المدن، طيب هذا عمل تعتبره مقاومة، ولكن هل فكرت في عواقبه واتخذت الإجراءات الحازمة لمواجهة ما سيقع؟ لا أعتقد ذلك. فهم يقومون بمغامرة انتحارية ويعرضون السكان لكي يؤدوا الثمن. يعني صعب جدا أن نقبل هذا المنطق صراحة. ولكن إذا كانت حماس تواجه الجيش الإسرائيلي وفي ساحة المعركة فهذه مقاومة، يعني لا ليس، ولكن ليس بطريقة اتخاذ يعني السكان أدرعا بشرية وإرسال صواريخ من الأحياء السكنية. فهذا شيء للأسف يجعل يعني نسبة الضحايا ترتفع وقد تصل إلى رقم مفزع ولا نقبله أبدا، لأن يعني سلامة المدنيين في غزة هي شيء يهتم به العالم كله. المسيرات كلها الآن التي نظمت في العالم كله تطالب بماذا؟ تطالب بوقف إطلاق النار لحماية المدنيين وتستنكر القصف الإسرائيلي على غزة، كل هذه المسيرات. طيب ماذا تفعل حماس في المقابل؟ تعلن الاستمرار وأنها قادرة على الصمود. يعني كيف يعني صمود؟ الناس يموتون بالآلاف والمنازل تخرب والعمارات تدك تستوي بالأرض، يعني وحتى المستشفيات أصبحت تقطف. فهذا التصريح يعني الذي يقول بأنهم قادرون على الصمود والاستمرار، هم قادرون على الصمود لأنهم يختبئون في الأنفاق، ولكن السكان لم يعودوا يستطيعون الاستمرار، لا يجدون ما يأكلون. وقد رأيتم كيف أنه تم الهجوم على مخازن المواد الغذائية، نظرا لأن الناس بلغ بهم العوز والجوع يعني مستوى خطير، وعدد الشاحنات التي تدخل قليلة بالنسبة لحاجيات السكان. وإلى جانب هذا يعني نجد بأن طوابير الانتظار تصل إلى 4000 شخص أو أكثر، وهذا شيء. ويصرح المسؤول في حماس نحن قادرون على الصمود وهو يتحدث عن المسلحين. أنا أشعر كما لو أن هناك تمييز داخل غزة بين الصفوة المفضلة وهي حماس ومسلحوها وباقي السكان الذين يعتبرون مجرد وسائل، وهذا شيء يعني لا في سؤال لا بالمنطق الإنساني ولا بمنطق المقاومة ولا بمنطق سياسي ولا بمنطق المنطق الفلسطيني نفسه غير مقبول، لأنه سيؤدي إلى نتائج فادحة، وأكرر بدون نتائج. ليس هكذا تحرر فلسطين وتقام الدولة الفلسطينية، لأن هذا سيقوي إسرائيل ويزيد من قوة الاحتلال ويزيد أيضا من دعم الدول العظمى لدولة الاحتلال، ويمدد فترة هذه الوضعية المتأزمة. طيب في سؤال، يعني أحد الناشطين والكتاب والصحفيين الكبار قال لك هل كان للفلسطينيين حل سوى طوفان الأقصى؟ يعني السؤال هنا، طب الناس دي لما احنا عمالين نقول لهم لا ما كانش ينفع كده واعملوا حساب المدنيين، ما هي مش مقاومة؟ حصل في الجزائر، حصل في دول العربية كتير، مقاومة للمحتل، مقاومة
مغتصب الارض وكذا، مفيش حل غير ده. ما لهمش مين اللي هيدافع عنهم، هي يا دوب عندها السلطه الفلسطينيه عندها شرطه، مجموعه جنود مدنيين كده اللي هو ايه، في خناقه في الشارع يفضها بعصايه، ولا واحد اشتكى التاني اللي قعد في بيتي، حاجات شبه كده، الميه بتنقط عليا، حاجات مدنيه بحته، ما يدافعوش عن حق الشعب الفلسطيني. الناس بتقول لك حقهم، وما فيش طريقه غير دي، هي دي الطريقه التي توجع الاسرائيلي وتجعله مضطر للجلوس على طاوله المفاوضات، اذا كان، وان كان هو التصريحات بتاعتهم انه لازم نعمل تبييض السجون تماما الاسرائيليه، بمعنى انه ما يخرج كل المساجين والاسرى الموجودين عندهم، سواء بقى من حماس او الجهاد او فتح او حزب الله او حتى المجرمين العاديين في داخل اسرائيل، حوالي 5300 انسان. وفتح المعابر، قصة فتح المعابر دي بصراحة أنا باجي عندها وأقف أتنح، إنه يعني ما المعابر دي أنتوا عايزين افتحوا لنا البلد بتاعتكم نيجي نشتغل وناكل، اتس أوكي اتس أوكي. يعني نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه إذا كان الناس دول ما عندهمش طريقة تانية ينفسوا عن غضبهم غير هذا الأمر؟ أليس من حقهم؟ طبعا المقاومة حق لكل شعب، هذا شيء لا شك فيه، ولكن عندما يقال بأنه لا يمكن إرغام إسرائيل على الجلوس في طاولة مفاوضات إلا بهذه العمليات، طيب كانت إسرائيل جالسة على طاولة المفاوضات وحماس تلقي الصواريخ لوقف المفاوضات وعرقلت المفاوضات وانتصر اليمين الديني المتطرف في إسرائيل وصعد إلى الحكومة الآن، وهذه من الأخطاء الكبرى التي ارتكبتها دولة الاحتلال، لأن الذي سيؤجج الحرب أكثر هو أنه سيصبح لدينا يمين متطرف إسرائيلي في مقابل يمين متطرف إسلامي هو حماس والجهاد وحزب الله، واليمين المتطرف من الجانبين لا يمكن أن يسمح بأي حل سوى الحرب، وأن تستمر وتمتد حتى ولو لعقود أو قرون، لأنه الحديث عن السلام بوجود التيار اليميني الديني المتطرف من الجانبين حامل السلاح ويسير ويترأس، لا يمكن أن يكون هناك حل أبدا. و صعود اليمين المتطرف الإسرائيلي وتحالف نتنياهو معه أدى إلى مظاهرات داخل إسرائيل نفسها، يعني لم نتعود على أن نرى مظاهرات واحتجاجات داخل إسرائيل، الآن أصبحت هناك مظاهرات داخل إسرائيل منذ مدة بسبب صعود ما يشبه السلفيين والإخوان عندنا في إسرائيل. طيب إذن الذي يقول بأن هدفه من العملية أن يجلس إسرائيل على طاولة المفاوضات، لكن بعد ماذا؟ بعد خراب شامل، بعد خراب شامل. يعني ما جدوى أن تجلس على طاولة مفاوضات عندما يكون البلد كله قد خرب، يعني غزة كلها وتم ترحيل سكانها يا أستاذي، واجتثاث بارك حماس من الله، هناك وطردها وكذا إلى آخره. مؤتمرات إعادة الإعمار يا أستاذي، ما هو يا دوب بيخلصوا من هنا، مليارات بتدخل من هنا. لكن هذا ليس حلا، لأن علينا أن نفكر في الإنسان. الإنسان هو الغاية، هو الجوهر. هؤلاء الذين يتحدثون عن البشر كما لو أنه فئران يحتقرون الإنسان. ليموت الناس وسنقوم بإعادة الإعمار والملايير ستدخل، ما هذا المنطق الغريب؟ يعني رخص الإنسان، هل الإنسان رخيص إلى هذه الدرجة؟ ومن الأمور يعني الغريبة جدا وغير مقبولة أن يتم تبادل الأسرى، يعني في السابق جندي إسرائيلي واحد في مقابل 1000 فلسطيني، ويعتبرون أنفسهم قد انتصروا. هذا غلط فادح، لأنه معناه أن الإنسان الفلسطيني لا قيمة له، رخيص. جندي واحد إسرائيلي يساوي 1000 فلسطيني، هذا شيء غير مقبول، لأن الإنسان هو القيمة العليا.
سواء كان الإنسان فلسطينيا أو كان إسرائيليا أو أي جنسية في العالم، فالإنسان متساوي في قيمته أيا كانت جنسيته. وأعتقد أن هذا المنظور الذي هو الذي تنظر به حماس إلى الفلسطينيين، تنظر إليهم كما لو أنهم ليست لهم يعني قيمة كبيرة يمكن الدوس عليهم من أجل الوصول إلى أهدافها، والغاية تبرر الوسيلة، وهذا منطق انتهازي غير مقبول. طبعا نقدنا لحماس لا يعني أبدا بأننا لسنا مع القضية الفلسطينية وأننا لسنا ضد دولة الاحتلال. من الناحية المبدئية لا خلاف في دعمنا لقضية الشعب الفلسطيني منذ بداية هذه المشكلة، وأيضا لا خلاف في أن هناك احتلال وأن المشكل لن ينتهي إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. هذا شيء لا نناقشه، متفق عليه، لكن كل التفاصيل الأخرى يمكن أن نختلف فيها. وهنا أنا أرفض رفضا باتا أصحاب التوجهات الفاشستية من محتكري خطاب فلسطين والذين يريدون أن يفرضوا على الناس في المغرب والجزائر وتونس ومصر وكل البلدان أن يتبنوا خطابهم بحذافيره. لا يمكن أن نتبنى أي شيء بحذافيره، نحن نتفق على المبدأ، وعندما نرى شيء غير إنساني ننتقده، وعندما نرى شيء غير منطقي نرفضه. وهذه هي وظيفة المثقف الحر، أن يكون ناقدا، ناقدا للذات وناقدا للآخر، نقدا مزدوجا. وهذا لا يفهمه الكثيرون، ولكن عليهم أن يفهموا بأنه لسنا أشخاصا تحت الوصاية، نحن لا ندخل تحت وصاية أحد، وعليهم أن يسمعوا لأصواتنا وأن يعبروا أيضا بأصواتهم كما يريدون. ولكن لا يمكن أن ننظر إلى حماس كما ينظر إليها التيارات الدينية المتطرفة أو القوميون العرب. هؤلاء يغضون الطرف عن أخطاء الفلسطينيين، سواء التمزق الداخلي أو التشرذم أو سلوكات حماس أو كذا، يغضون الطرف عن كل ذلك ويقولون هم في وضعية مقاومة. نحن لا نفعل هذا، نحن نعتبر أنه لكي تكون المقاومة قوية فعلا لا ينبغي ارتكاب مثل هذه الأخطاء التي ارتكبت، لكي يكون للمقاومة شرف في العالم كله ويكون لها أيضا يعني قيمة محترمة. لأن ما فعلته حماس في مهرجان الشباب داخل أراضي إسرائيل يعني أجج عليها الرأي العام الدولي بشكل كبير، رغم أن الهجوم الوحشي لإسرائيل بعد ذلك جعل الكثير من يعني جزء من الرأي العام في البلدان الغربية يستنكر ويرفض أن يكون رد الفعل الإسرائيلي انتقام، وانتقام من الجميع، انتقام من كل سكان غزة. هذا من جهة. من جهة أخرى، في كل مرة يقع مشكل في غزة أو في الضفة الغربية يظهر أصحاب خطاب العروبة وأصحاب خطاب الإسلام لكي يلبسوا القضية لبوسا إيديولوجيا خاصا به، ويطالبون الناس أن ينخرطوا معهم في ذلك الخطاب، وهذا غير ممكن. يعني قبل أيام سألني صحفي في منبر إلكتروني مغربي، لماذا لا تشاركون بصفتكم أمازيغ في مسيرات فلسطين؟ قلت نحن لا نشارك في هذه المسيرات منذ 2002، والسبب في ذلك هو شعارات هذه المسيرات، فهي شعارات ليس فيها مكان لنا. من يقول لك الدم العربي يغلي في الرباط وهو يتظاهر من أجل فلسطين؟ طيب يا أخي تفضل بدمك العربي ويعني املأ الشارع، نحن لسنا عربا إذن ليست قضيتنا، اذهبا أنت وربك فقاتلا. وهذا خطأ القوميين العرب عندما يقومون بتعريب القضية. القضية ليست قضية عرب، قضية الاحتلال والاستعمار
هي قضية كونية، ينبغي أن تكون قضية شعوب الأرض كلها أن يكونوا ضد الاحتلال، وليس فتعريب القضية هو تضييق لها. عليك أن تدخل للتضامن بصفتك عربيا، يعني لا يكفي أن تكون عربيا أمازيغيا، مسلما بل مسلما. سأأتي إلى الإسلامية مع القوميين الآن، لا يكفي أن تكون أمازيغيا متضامنا مع يعني الفلسطينيين، عليك أن تفعل بصفتك عربي. يعني ما هذا الهراء، وما هذه السطحية في التفكير، وما هذه الانتهازية، يستغلون قضية شعب مشرد ويعيش في المنافي ويعيش في اللجوء خارج أرضه، والذي يوجد في أرضه يعني مضطهد ومقموع ومهدد يوميا بأنواع القصف، يستعملون قضية هذا الشعب لتمرير إيديولوجيا متهافتة وانتهت منذ زمان، يعني يحاولون أن ينفخوا فيها من أرواحهم وهي لا يمكن أن تحيا، لا يمكن أن تعود إلى الحياة. القومية العربية ماتت ودفناها، وكل الشعوب المنطقة تفتخر بهوياتها ولغاتها وثقافتها وماضيها الحضاري المتعدي. الآن إخواننا هؤلاء الإسلاميون من سلفيين وإخوان، يعني لهم قصة أخرى، القدس مدينة إسلامية والقضية الفلسطينية قضية أمة المسلمين. طيب يا أخي، اذهب أنت المسلم بأمة المسلمين وقاتل. يعني الناس الذين ليست لهم مرجعية دينية ينبغي أن يكونوا ضد فلسطين يعني؟ وكيف يعني القدس مدينة إسلامية؟ أين ذهب ماضيها اليهودي منذ يعني 3000 عام؟ وأين الماضي المسيحي للمدينة منذ 2000، يعني أزيد من 2000 سنة؟ الإسلام هو الآخر من التحق من الديانات بالقدس، وحتى مقدسات المسلمين فيها قصة، يعني الناحية العلمية غير صحيحة، مع احترامنا للأفكار الدينية للجميع، ولكن ما يؤكده التاريخ أنه عندما دخل عمر بن الخطاب إلى إيليا، إلى بيت المقدس، إلى القدس، العهدة الشهيرة. وجد كنيسة القيامة هي اللي كانت موجودة، ووجد حائط المبكى، ولكن لا يوجد مسجد، يعني لأن الإسلام لم يصل بعد إلى فلسطين على بعد 1800 كيلومتر في عهد الرسول وصحابته. لا يوجد إسلام في فلسطين لكي يكون هناك مسجد، وهم يفسرون الآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيقولون المسجد الأقصى هو الموجود في فلسطين، وهذا تفسير غير علمي وغير تاريخي، لأنه في مرحلة الإسراء، يعني موضوع مضمون الآية، أخطأ فيها المفسرون. والإسلام كان فقط عند 150، لا يتعدى ما بين 150 و200 شخص في مكة، والنبي لم يهاجر بعد إلى المدينة، والإسلام لم يتجاوز منطقة الحجاز، فكيف يكون هناك مسجد في القدس تم الإسراء إليه؟ وعندما دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس رفض الصلاة في كنيسة القيامة، لأن النصارى استدعوه ليصلي فيها، فقال لهم إذا صليت في هذا المكان فسيصلي فيه المسلمون في كنائسكم وهذا غير مقبول، فانتحى مكانا خلاء هو وأصحابه وصلى في الخلاء. أين هو المسجد؟ يعني إذا كان هناك مسجد ينبغي لعمر أن يصلي فيه. المسجد أو بني كان بعت مجموعة قبل ما هو يروح بنوا له مسجد مثلا، زي ما نعم بيعملوا دايما كده، المسؤول جاي لا، كانوا بعت المسجد مجموعة بنات بني، له مسجد. المسجد بناه عبد الملك بن مروان عام 72 73 هجرية. لا، عايزه اقول لحضرتك ايه، عارف انت دايما المسؤول يقول لك ايه، في وزير هيروح يزور المصلحه الفلانيه، فيبتدوا يعملوا اسفلت ويجيبوا اثار الزرع ويفرشوا المكان، صح؟
استقبالا لهذا الوزير اللي جاي زيارة مفاجأة. فكذلك كان فعل عمر، بعت قبليه بعثة بنت له مسجد عشان يروح يصلي هناك، لكن ده ما حصلش، صلى في الخلاء. صلى في الخلاء، صلى في الخلاء، ويعني الرواية كلها عند المفسرين لا أساس لها في التاريخ، واليوم يقولون مقدسات المسلمين في القدس، فهي مقدسات برواية أموية، برواية الأمويين، وليس ببداية المرحلة الإسلامية، لأن الإسلام الأموي صنع في عهد الأمويين، قبة الصخرة والمسجد يعني الأقصى كما يسمى الآن بني بعد 60 سنة من وفاة الرسول، وهذا ليس موضوعنا اليوم، لكن حتى يعني نتجاوز عن الأخطاء التاريخية والأخطاء في التفسير وكذا إلى آخره، فنعتبر أن هذه أماكن يقدسها المسلمون، ولكن جاءت بعد مقدسات اليهود وجاءت بعد مقدسات المسيحيين. إذن من باب النزاهة ومن باب الموضوعية ومن باب الاحترام للآخرين أن يقال بأن القدس مدينة الديانات الثلاث وعاصمة هذه الديانات.